السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو إن شاء الله بخير وياكم مصطفى من قناة مصطفى جيمز. اليوم عندنا لعبة ستاند اوف تو. اليوم راح نلعب كم جيم اونلاين ونستعرض لكم اللعبة، ويلا نبدأ. طبعا بدأ الجيم وهسه راح نختار فريق. طبعا بدأ الجيم، من البداية متت. ايش قد عندي فلوس؟ أخذت سلاح وبدأ الشغل. قلتلكم أخذ سلاح يبدي الشغل. لا متت. يلا ذبحنا اثنين، حلوة. ترى اللعبة ما صار لي هواية ألعبها، فمو محترف. اوكي والله اليوم لا تسر. مصيبة ما قاعد يصوب علي، خرب حظي. زين تخلوني اختار سلاح. عالم ما تجي إلا بالعين الحمراء. يا عين حمراء يا سخام. خلوني يمشي. هذا الأول على أبو التبديل مال السلاح. توني مرسبن. الله أكبر عليكم، الله لا يوفقكم. بس أنا خايف أشوف إيش قد ذابح. انا الاول ذابح سبعة. شلون؟ I don't know but yeah baby. صقرهم للعلس، صقرهم حم. جليتش جاي في هاي اللعبة انه اللاعب يطير. وي ام باك ان فلاي ام كان فلاي. خلينا نسوي نظامهم ونشوف اكو فايدة. والله يجوز. لا والله لا فايدة ولا شيء، هما بس بالأخير. هاي 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 شنو ذولاك الحلوين؟ ذاك الأول يختل النحشة يلت. طبعا يخلص الجيم انهي الفيديو لان ما اريد اطول الفيديو. اذا
ادري انه الفيديو شوية حيكون ممل، بس بداية اي شخص بدايته بسيطة. بس نشوف، اكيد هما اللي يفوزون. انا الاول جايب 11 كل. ياه، طبعا هسه هنا ننهي المقطع، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، ومع السلامة.